الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم عبر شاشة النيل. أهلا بكم. أهلا بكم. والبداية بأهلا. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم عبر شاشة النيل. أهلا بكم. أهلا بكم. والبداية تشكل غرفة عمليات لمتابعة تطهير وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية خشية انتشار فيروس كورونا. السعودية تعلن إجراءات احترازية جديدة لمواجهة كورونا، والصحة العالمية تؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس. أكثر من 11,000 وفاة حول العالم نتيجة كورونا، وعدد الإصابات في أوروبا يتجاوز 5,000. بكم وإلى تفاصيل الأنباء. سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية النيجر محمد صوفو. تناولت الرسالة مناقشة التطورات الخاصة بملف سد النهضة وبحث العلاقات الثنائية والقضايا القارية محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية أو جمهورية النيجر لوزير الخارجية في آخر محطة لجولته الإفريقية لعدد من بلدان القارة. استنكرت سفارة فرنسا بالقاهرة تحريف جزء من الرسالة المصورة التي وجهها السفير الفرنسي ستيفان روماتيه أمس للجالية الفرنسية بمصر حول فيروس كورونا. وأكدت السفارة في بيان اليوم أنه تم ترجمة جزء من تصريحات السفير بصورة محرفة ومغالطة لأغراض جدلية، وهي ترجمة لا تعكس بتاتا روح التضامن الكامل التي تتبناها فرنسا مع مصر، وتم الإعراب عنها بوجه خاص من خلال هذا الفيديو. ووضح البيان أن سفير فرنسا لدى مصر كان يخاطب باللغة الفرنسية الجالية الفرنسية في مصر من خلال هذا التسجيل المصور الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد البيان أن السفير ستيفان روماتيه تحدث في سياق الأزمة الدولية المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد-19 عن جهود سفارة فرنسا المبذولة لصالح الجالية الفرنسية في مصر. تتابع أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما ألقت القبض على تجار يقدمون مواد طبية مجهولة المصدر لمكافحة الفيروس. يأتي ذلك حرصا من الوزارة على سلامة المواطنين، واتساقا مع الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي الحاسم للممارسات الاحتكارية ومحاولات إخفاء السلع وحجبها عن التداول بالأسواق، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها في هذا الإطار، حيث نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط مخزن سلع غذائية دون ترخيص. أكدت التحريات قيام صاحبه بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بهدف إعادة طرحها في أوقات لاحقة بعد رفع أسعارها، مستغلا إقبال المواطنين عليها.
وتمكنت من ضبط 26 طن و140 كيلو من الأرز والمكرونة والدقيق بداخل المخزن تم التحفظ عليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وفي إطار الاستهداف المتواصل للقائمين على تصنيع وتخزين المستلزمات الطبية الحيوية بقصد بيعها للمستهلكين بأسعار مرتفعة أو استغلال الإقبال عليها بغشها وتصنيعها من خامات رديئة، نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط 4 مصانع للمستلزمات الطبية دون ترخيص لحيازة أصحابها والمسؤولين عنها كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمنظفات مجهولة المصدر ومصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وعليها علامات تجارية مقلدة لطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة مستغلين إقبال المواطنين عليها. وبهذه المصانع تم ضبط ما يقارب 4000 لتر وما يقارب 17000 عبوة محاليل وكحوليات ومطهرات وأكثر من 6 أطنان ونصف مواد خام تستخدم في الإنتاج وكميات أخرى من القفازات اليدوية والكمامات وأكثر من 100000 متر أقمشة تستخدم في التصنيع وجميعها مجهولة المصدر ومن خامات رديئة. اتساقا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد والتي جاء في مقدمتها قرار غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداء من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا بكافة أنحاء الجمهورية حتى 31 من الشهر الجاري، فإن أجهزة وزارة الداخلية ومن منطلق دورها الوطني وحرصا على صحة وسلامة المواطنين تواصل متابعتها لمدى التزام القائمين على هذه الأماكن بالقرارات التي أصدرتها الدولة في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. كما تابعت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر تدخين الشيشة بالمقاهي على مدار اليوم لضررها الصحي على المواطنين، حيث كثفت أجهزة الوزارة من وجودها الميداني لضبط المخالفين للقرارات الصادرة في هذا الشأن على مستوى الجمهورية. كما تواصل أجهزة وزارة الداخلية أيضا متابعتها لمدى التزام القائمين على أماكن الأنشطة التعليمية بقرار غلقها والذي جاء تزامنا مع تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، وأسفرت جهودها هذه الأجهزة حتى الآن عن غلق 8874 مكانا لأنشطة تعليمية حفاظا على سلامة الطلاب. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. في إطار الجهود المشتركة إقليميا ودوليا عقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا بات وباء عالميا، بدأ منتدى شباب العالم إطلاق حملات توعية للشباب من مختلف أنحاء العالم، وتتضمن الحملات التوعية والتدابير الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس وجميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، كما تشمل نشر حزمة من الإرشادات للتعريف بالفيروس وأعراضه وطريقة انتشار العدوى وكذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وطرق الوقاية منه. قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إنه من الضروري أخذ المعلومات حول فيروس كورونا المستجد من الجهات المعنية بالدولة. وأضاف خلال لقائه أو إلقائه خطبة الجمعة أن من أهم مصادر المعلومات التي يجب استقاء المعلومات منها هي وزارة الصحة. طالب وزير الأوقاف الدكتور علي جمعة الشعب المصري بضرورة الاستماع إلى التعليمات والنصائح التي يوجهها المسؤولون والجهات المختصة في ظل تصاعد أزمة كورونا المستجد. عدم أخذ أي معلومات تتصل بقضية فيروس كورونا إلا من الجهات الرسمية في الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة وما يصدر عنها من توجيهات وتعليمات في الجوانب الوقائية. وبنأكد شيء مهم جدا، الإنسان لا قدر الله إذا أصابه داء بيلجأ إلى أي جهة بعد الله عز وجل؟ بيلجأ إلى الجهة المختصة، إلى وزارة الصحة، إلى المستشفيات. طب إذا كنت أنت بتثق وما قدامكش في أسباب البشر إلا أنك تلجأ إلى هذه الجهة، فعليك أن تأخذ بتعليماتها حتى تستطيع هذه الجهة أن تقدم الخدمة.
جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي تم نقلها من مبنى التلفزيون المصري، حيث أكد وزير الأوقاف أن ترويج أي شائعات بشأن فيروس كورونا المستجد يعتبر خيانة للدين والوطن. كل من يتدخل وينشر أي معلومات مغلوطة أو خاطئة أو أرقام خاطئة تثير الرعب أو الفزع أو يتلاعب بعواطف الناس حتى يعني يكسر عدد المتابعين له، فهذه خيانة للدين وخيانة للوطن وخيانة للإنسانية وخيانة للضمير الإنساني. كما أشار وزير الأوقاف إلى أنه ينبغي أولا توخي الحيطة والحذر والأخذ بأقصى الأسباب مع طمأنينة النفس وثقتها بالله والبعد عن كل أسباب الهلع والفزع. المؤمن دائما مطمئن، يأخذ بالأسباب ومن داخله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لأن الهلع والخوف بيضعف المناعة ويخلي الإنسان عرضة أكثر للانهيار النفسي والانهيار الصحي. لكن عليك أن تأخذ بالأسباب وأن تطمئن فيما عند الله، وما كان لك فسوف يأتيك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وزارة الصحة والقائمون على المبنى وضعوا كاشف للحرارة على باب المسجد للكشف عن درجات حرارة المصلين، ودارت الخطبة عن الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر. أمل صبري، النيل. شكلت وزارة الأوقاف غرفة عمليات لمتابعة تطهير وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارتي الصحة والبيئة. وقبيل شعائر صلاة الجمعة تم تعقيم مسجد النور في حي العباسية. إجراءات احترازية اتخذتها وزارة الأوقاف لتطهير وتعقيم مساجدها للوقاية من فيروس كورونا، فقد شهد مسجد النور بالعباسية وقبيل بدء شعائر صلاة الجمعة أعمال التعقيم لدورات المياه وأماكن الوضوء والحفاظ على نظافة المسجد. من أهم الأمور التي وجهتنا إليها وزارة الأوقاف إغلاق دورات المياه، إغلاق أماكن الوضوء، كولدرات المياه لا يوجد، فالأفضل أن يأتي المصلي من بيته متوضئا عشان أمر العدوى، أن يأتي بمصلية معه المصلاة الخاصة به. القيام بالرش والتعقيم بكل أدوات اللي يمكن من رش وتعقيم المساجد حتى لا يكون السجاد في المسجد سبب في نقل العدوى. العاملون بالمسجد يقومون بأعمال التطهير والتعقيم قبيل شعائر الصلاة وبعد انتهاء المصلين من صلاة الجمعة بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة لتوفير المناخ الآمن والصحي داخل المسجد. نظافة دورية على طول، احنا ورديتين بننظف، كل وردية بتنظف ايه مكان، في ناس بتنزل في دورة المية بتنظف الحنفيات ودور المية بتزبطها. الجهات المختصة بتتكلم في الصالح العام، واحنا كلنا لازم نلتزم، كل الناس لازم تلتزم علشان نعدي المراحل، لان احنا في مراحل صعبة جدا جدا. تعليمات مكثفة شددت على تنفيذها وزارة الأوقاف تمثلت في إجراء أعمال التعقيم يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع بصفة دورية، وتشكيل غرفة عمليات تتابع وتراقب أعمال التطهير بجميع مساجد الجمهورية. إجراءات وقائية واحترازية تتخذها وزارة الأوقاف لتطهير وتعقيم جميع مساجدها من فيروس كورونا، وإصدار أساليب وإرشادات التوعية للحفاظ على نظافة المساجد بصفة دورية، ليأتي الضوء على المواطن في الالتزام بهذه التعليمات الوقائية لضمان سلامة وصحة جميع المصلين. من مسجد النور بالعباسية، أحمد ممدوح، النيل. تواصل أجهزة الدولة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية والأندية الرياضية. يأتي ذلك ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية مارس الجاري. يأتي القرار في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على حياة المواطنين.
وللمزيد من المتابعة انضم إلينا مباشرة من منطقة وسط البلد أحمد سعد الدين مراسل النيل. أحمد، اطلعنا على الصورة لديك ومدى استجابة المواطنين لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص غلق المحلات المختلفة في تمام السابعة مساء وأيضا تخفيف الحركة في الشوارع والتجمعات. تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينا الكرام. بالفعل ما زلنا معكم في منطقة وسط البلد، تحديدا من شارع طلعت حرب. هذه المنطقة التي كانت دوما تضج بأقدام روادها وزائريها من مختلف البلدان، سواء المصريين أو العرب أو الأجانب. هذه المنطقة بدت خالية في هذا التوقيت التزاما بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات وأيضا دور السينما والحانات وكل المنشآت التي تقدم السلع التجارية وكذلك الوسائل الترفيهية للمواطنين. يعني متواجدون معكم الآن بعد ساعة تقريبا أو أكثر من غلق المحال التجارية، بدت هذه المنطقة خاوية. التزم الجميع هنا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بقرار الغلق في الميعاد المحدد، وبالفعل بدت الشوارع خالية. تحدثنا مع العديد من المواطنين وكذلك العاملين في المحال التجارية وكذلك أصحاب المحال التجارية. نعم. كلهم أكدوا رغم أن هذا التوقيت يعد ذروة النشاط والرواج التجاري، إلا أنهم يعني يعوا بخطورة هذا الفيروس وهذا الوباء الذي سرعان ينتشر ما بين المواطنين، وأكدوا على ضرورة هذه الإجراءات. الأكيد أن هذه الفترة إما انتشار لهذا الوباء وإما انحصار، وندعو من المولى بإذن الله أن يكون انحصار لهذا الوباء في هذا التوقيت وفي هذه الأيام. بالفعل يعني الدوريات الأمنية والأجهزة التنفيذية تقوم على كسر بمتابعة الوضع في كافة المناطق والميادين هنا في محافظة القاهرة وتحديدا في منطقة وسط البلد التي نتواجد بها. ويعني الجميع هنا يتكاتف من أجل تنفيذ القرار، ولكن يبقى الدور الأكبر على المواطن ووعي المواطن بأهمية تدارك هذا الوباء وأهمية اتخاذ التدابير الوقائية والصحية التي من شأنها أن يعني ترفع من صحة المواطنين أو تساهم في يعني تساهم في انحصار هذا الوباء ومنع انتشاره بإذن الله. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أحمد سعد الدين مراسل النيل من منطقة وسط البلد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن تهالك الأجهزة ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية. كما نفى مجلس الوزراء ما تردد بشأن الاستغناء عن نسبة من العاملين بالجهاز الإداري بشكل دائم عقب قرار تخفيض أعدادهم بسبب فيروس كورونا المستجد. قررت السلطات السعودية تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة 6 من صباح غد السبت لمواجهة فيروس كورونا. كانت السلطات السعودية قررت أيضا تعليق دخول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة للصلاة خاصة يوم الجمعة ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حجرا صحيا عاما وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم إلا للضرورة القصوى منعا لتفشي فيروس كورونا والذي سجل 54 إصابة في البلاد حتى الآن. إعلان الرئيس التونسي جاء بعد أن ترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي في بلاده. الحجر الصحي خارجة بطبيعة الحال حظر فترة حظر الجولان، ولكن لا يعني الحجر الصحي حظر الجولان. حجر يقتضي أن يلازم أكثر السكان بيوتهم، فلا يغادرون بيوتهم إلا في حالات الضرورة القصوى. من بين الإجراءات الأخرى التي تم الاتفاق حولها في مجلس الأمن القومي المنعقد منذ قليل هو منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية. بطبيعة الحال قد تقتضي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تنسق مع كندا والمكسيك للحد من تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن واشنطن أغلقت المدارس وأوقفت دفع القروض وقامت بتغيير مواعيد تحصيل الضرائب. وطلب ترامب بالسماح بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات من دون إضافة فوائد عليها، كما قال إنه يدرس منح الموظفين إجازات مدفوعة في إطار إجراءات للتصدي لفيروس كورونا. مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك دكتور عابد الكشك النائب التنفيذي لجامعة سانت فينسنت بولاية نيويورك. مرحبا بك، وبوجهة نظرك كيف ترى أهم الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي اليوم والتي أعلن من خلالها الإجراءات التي ستتخذ لمواجهة كورونا؟ أولا الرئيس الأمريكي ترامب أخذ على عاتقه مواجهة الحرب ضد كورونا في شقين، أولا الشق الصحي، ثانيا الشق الاقتصادي. في الشق الصحي هو تعامل بأهم عمل، هو عامل الوقاية لتحديد بقدر المستطاع نسبة الإصابات. النهاردة في الولايات المتحدة نسبة الإصابات بتزيد كل يوم، تقريبا الرقم بيقول ان اكثر من 15,000 اصابه في الولايات المتحده الامريكيه و200 حاله وفاه. فده عامل من العوامل اللي هو بقدر المستطاع ان هو تكمين وتحجيم المرض، وخاصه ان المرض يتركز في ثلاث مناطق في الولايات المتحده الامريكيه، وهي منطقه نيويورك ستيت نيويورك وفي واشنطن وفي كاليفورنيا. ولقد أعلن الجوفرنر بتاع والحاكم نيويورك بتعطيل العمل 100% في ولاية نيويورك وكذلك في كاليفورنيا. والشق الثاني هو الشق الاقتصادي، فهو تعامل مع الشق الاقتصادي بشكل سريع بقدر المستطاع، وهو المساعدات الاقتصادية للعائلات الأمريكية بتأجيل دفع الضرائب إلى من 15 أبريل إلى 15 يوليو، ومساعدة المشروعات أصحاب المشاريع الصغيرة بإعطاء بعض القروض، والقروض تكون 0% لدفع هذه القروض. وثالثا لطلبة الجامعات وتأجيل دفع القروض الجامعية. طيب ما هي حقيقة ما طيرته وكالات الأنباء بالأمس من أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل حاليا منطقة ركود اقتصادي؟ قد يكون فعلا، وطبعا هو بيحاول بقدر المستطاع أن هو يقلل قيمة دخول الولايات المتحدة الأمريكية في ركود اقتصادي. والسؤال الدائم اللي موجود حاليا للاقتصاديين هو ان الى متى الحكومه الامريكيه قد تدفع في الاقتصاد وضخ الاموال لمساعده الاقتصاد الامريكي
للوقوف مرة أخرى. هل ما تمر به الولايات المتحدة الآن بوجهة نظرك مشابه للأزمة 2008 أم أنها أخطر؟ بوجهة نظري أعتقد أنها ستكون أخطر من 2008، لأن 2008 كانت متعلقة اقتصاديا فقط، وليس كان فيه وليس الوباء الذي تواجهه العالم والولايات المتحدة الأمريكية حاليا أخطر بكثير من 2008. هذا لم يمر على العالم من قبل، وأنا أعتقد شخصيا أن هذه فترة ستكون عصيبة جدا، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله، وللأسف أن أنا بقولها، بس الاتجاه لريسيشن للفترة القادمة ركود. وأتمنى الركود تماما. نعم دكتور عاطف عابد الكشك النائب التنفيذي لجامعة سانت فينسنت بنيويورك، شكرا جزيلا لك. أدى فيروس كورونا المستجد إلى وفاة أكثر من 11,000 شخص حول العالم استنادا إلى أرقام رسمية، وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا أكثر من 4,000 مقابل أكثر من 3,200 في الصين مصدر الوباء، وبلغ عدد الوفيات في إسبانيا أكثر من 1,000 في حين بلغ عدد الوفيات في إيران أكثر من 1,400، تجاوز عدد الإصابات في العالم 200,000 حالة. تستمر الجائحة في حصد المزيد من الأرواح حول العالم، في حين تعزز الدول إجراءاتها الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد. وأدى الفيروس إلى وفاة أكثر من 10,000 شخص حول العالم، حيث بلغ إجمالي الوفيات 10,080 حالة، غالبيتهم في أوروبا مع 4,932 حالة، وأسيا مع 3,431 حالة. وتسجل إيطاليا أكبر عدد وفيات في العالم بواقع 3,405، لها الصين 3,248 المصدر الأول للوباء، ثم إيران 1,433. طهران أعلنت عن 149 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1,433. وقال نائب وزير الصحة الإيراني إنه تم تسجيل 1,237 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، ليصل مجموع الإصابات المؤكدة إلى 19,644. وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إنشاء مقر عملية الدفاع الروسي مصاب الفيروس في عيشة، ثلاثة إصابة مؤكدة، وهو على عدد إصابات في اليوم من تشيل الفيروس. كما سجلت ماليزيا 130 إصابة جديدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 1,030، حيث تواجه أكبر عدد من حالات العدوى. حول الإجراءات الاحترازية، لكن هذه المرة في إلينا عبر الهاتف من بيروت دكتور وفيق إبراهيم أستاذ العلوم السياسية. دكتور وفيق أرحب بك، ويعني كيف يبدو الوضع في لبنان؟ أبرز الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها السلطات حد الفيروس. تمكن لبنان الحقيقة بجهود الدولة قطعت الرصاصات الخارجية في الحطار والبحر، وذلك فإنها قامت بإجراءات داخلية كبيرة جدا، منها وقف عمليات الرسمية والتفاعلات المطاعم والنوادي، كل ذلك أدى لعدم انتقال لبنان من المرحلة الثانية الثالثة إلى الرابعة، وهي المرحلة الانتشارية. يعني لبنان بعيد عن الانتشار، لديه الآن نحو يعني 164 إصابة و4 وفيات، الأمر لا يزال منضبطاً. نعم. نخشى من الأسبوع المقبل، يعني باعتبار أن هذا الانغلاق داخل المنازل ضاقت به الناس وضرعاً، والدولة اللبنانية تحاول، إلا أن أنت تعرفين أن هذا الوباء ينتشر إشعاراً سريعاً في كل الدول المجاورة وكل العالم، ويعني في لبنان يعيش نحو 1.5 مليون نازح سوري و500,000 لاجئ فلسطيني. نعم، لكن الإجراءات الاحترازية مستمرة
حتى يعني مع وجود لبنان في حالة مستقرة إلى حد ما كما تحدث الدكتور وفيق؟ حالة مستقرة لكننا نخشى الأسابيع المقبلة باعتبار أن هذا الوباء ينطلق بشكل هائل. كنت تتكلمين عن الأرقام، هي أرقام هائلة. نعم. نحن في العالم العربي بلنا في المرحلة الأولى، فإنما نخاف أن يكون هناك حالات يعني أو حالات بعد تؤدي إلى انتشار هذا الوباء بشكل خطير جدا. إنه وباء القرن 21 الذي يشبه قضية الطاعون والملاريا في القرون الماضية. لذلك أنا أطالب جميع الدول العربية تنفذ خطة يعني على مستوى العالم العربي، لذلك نستطيع أن نؤمن جوا رقابيا عربيا خصوصا على مستوى المشرق العربي. نعم. يعني من مصر للبنان أقل جميع الدول العربية لهم مطلوب منها وبسرعة أن تقدم على خطوات تدافع فيه العالم العربي أو الشرق العربي ضد هذا الوباء الخطير الذي يهددنا جميعا. نعم. من لبنان إلى مصر إلى الأردن إلى الخليج إلى كل المنطقة. نعم، أشكرك دكتور وفيق إبراهيم أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مئات المواطنين الفلسطينيين من دخول البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة بالتزامن مع صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى. وذكرت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال نصبت حواجز على مداخل البلدة القديمة ومنعت عددا كبيرا من غير أهالي البلدة من الدخول، حيث أدى الصلاة نحو 500 شخص في حين يؤدي عادة نحو 30 ألفا صلاة الجمعة. شرطة الاحتلال نصبت حواجز على مداخل البلدة القديمة بالقصيلة ومنعت عدد كبيرا من غير أهل البلدة من الدخول تزامنا مع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. الإجراء الإسرائيلي تسبب باندلاع مواجهة بين المواطنين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال التي بادرت بإطلاق قنابل صوتية صوب الفلسطينيين. من جهتها قال دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان إن 500 شخص فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى، ونفى مدير المسجد الشيخ عمر الكسواني وجود أي اتفاقات مع سلطات الاحتلال تقضي بتخصيص عدد معين من المواطنين لأداء صلاة الجمعة في باحة الأقصى. ووفق شهود عيان فقد اتخذت شرطة الاحتلال إجراءات مشددة في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة بدعوى مواجهة انتشار فيروس كورونا. وذكروا أن الاحتلال منع المصلين من المرور من البوابات المغلقة وقيد دخولهم عبر ثلاث بوابات وهي حطة والمجلس والسلسلة. هذا وأدى عشرات الفلسطينيين الصلاة عند البوابات الخارجية للبلدة القديمة. كان دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس قد أعلنت في بيان لها الحفاظ على قدسية وحرمة المسجد الأقصى المبارك وبقاء جميع أبوابه وساحاته مفتوحة لكل المصلين وفي كل الصلوات بما في ذلك صلاة الجمعة، ودعت إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية واتخاذ إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الملف الاقتصادي. تركيا تعلن مقتل 2 من جنودها في إدلب السورية في هجوم لجماعات مسلحة. حصلنا نفسكم الحصبة احمولتكم ولادنا، ودي حاجة يا ناس معروفة كده من ايام اجدادنا، والحصبة الالمانية فيروس لازم يتحارب، الصحة دي احلى هدية فبلاش ندخل في تجارب، لازم تطعيم وبسرعة امنوا صحة اولادكم، انزلوا هتاخدوا الجرعة احنا بنتعب علشانكم. صحة ولادنا نعمة كبيرة، الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية في كل محافظات مصر من سن 9 شهور لست سنين، في أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء لسن 10 سنين ابتداء من 8 مارس وحتى 26 مارس تحت رعاية وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية. ونتحول معكم الآن لمتابعة أبرز الأنباء الاقتصادية في بانوراما نيل مع زميل الأمير داود. إليك أمير. شكرا جزيلا لك أشرف. شكرا ليلى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في 63 منفذا بالجمهورية.
وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قطاع الإنتاج بالوزارة بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بالمنافذ التسويقية التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. وأشار الوزير أن القطاع لديه 63 منفذا منتشرة بمختلف محافظات مصر، وستباع المنتجات بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20%، وسيتم التوسع في إقامة المنافذ التسويقية بالمناطق والأحياء الجديدة تشجيعا لدعم واستقرار المواطنين في هذه المناطق. ثمنت مؤسسة فيتش أحد أكبر مؤسسات التقييم الائتماني في العالم قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، وصفة إياه بالخطوة الجريئة للحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. وذكرت المؤسسة في تقرير أصدرته اليوم أن مستوى التخفيض جاء أكبر من توقعاتها لعام 2020 ككل، بما يجعله عامل تحفيز كبيرا للاقتصاد المصري، إذ من المتوقع أن يزيد هذا الخفض التاريخي من القدرة الاستهلاكية للأسر المصرية ويدفع عجلة استثمارات القطاع الخاص، ما يساعد على تعويض المعوقات الناجمة عن ضعف نشاط الاقتصاد العالمي. صرح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية للحبوب باتحاد الصناعات طارق حسنين بأن كافة المطاحن تعمل بكامل طاقتها لإنتاج الدقيق وتوريده للمخابز من أجل إنتاج الخبز المدعم في إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين. وأضاف أن هناك تنسيقا مع الوزارة بشأن توفير أي كميات من السلع الأساسية مثل الأرز والمكرونة والدقيق، ونوه بأنه سيتم طرح السلع في الأسواق الحرة دون أي زيادة في الأسعار، لافتا إلى أن ما تتخذه الدولة حاليا بكل مؤسساتها من قرارات جميعها تصب في صالح المواطن. أعلن وزير المالية السعودي المكلف محمد بن عبد الله الجدعان اتخاذ الحكومة السعودية عددا من الإجراءات الاقتصادية بقيمة 120 مليار ريال سعودي لتخفيف آثار كورونا. وقال الجدعان أن الحكومة أعدت مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذا الوباء، حيث يصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، ويتمثل في إعفاءات وتأجيل لبعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية. أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7% بنهاية عام 2019، ارتفاعا من 11% قبل عام. وقال معهد الإحصاء التركي في وقت سابق من هذا الشهر أن معدل البطالة زاد إلى 13.7% في الفترة بين نوفمبر ويناير من 13.3% قبل شهر. أعلنت ألمانيا اليوم أنها تخطط لتأسيس صندوق بحجم نصف تريليون يورو لدعم الشركات التي تواجه صعوبات في المدفوعات بفعل أزمة فيروس كورونا، إذ سيكون بمقدوره ضمان التزامات أو ضخ رأس مال عند الضرورة. وسيكون الصندوق البالغ حجم 500 مليار يورو تقريبا مماثلا لصندوق خاص لاستقرار الأسواق يصل حجمه إلى 480 مليار يورو أسسته الحكومة لدعم البنوك وقت الأزمة المالية. كما تدرس وزارة المالية الألمانية حاليا تدشين برامج دعم خاصة بقيمة 180 مليار يورو تقريبا، مضيفة أن هناك احتمالا لزيادة هذا المبلغ إلى 700 مليار يورو. ألغى بنك إنجلترا المركزي اليوم اختيار التحمل للبنوك الكبرى هذا العام، وقال إنه قد يكون من الصعب تطبيق قواعد رأس مالية عالمية جديدة في موعدها، وذلك نظرا لأن التركيز الآن منصب على دعم إقراض العملاء المتضررين من وباء فيروس كورونا.
جاء قرار إلغاء اختبار التحمل لأكبر 8 بنوك في البلاد في أعقاب قرار من الاتحاد الأوروبي بإلغاء فحصه المزمع لمتانة البنوك الكبرى والتي تشمل أيضا بنوكا بريطانية كبرى. ختام نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد إلى الزملاء ليلى عمر وأشرف عبد العاطي واستكمال البانوراما. تفضل. شكرا لك أمير. وبالعودة إلى نشرتنا، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن 2 من جنودها لقيا مصرعهما وأصيب آخر بمحافظة إدلب السورية في هجوم صاروخي نفذته ما وصفته أنقرة بجماعات راديكالية. ويعد هذا الحادث هو الأول منذ تنفيذ اتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار في إدلب. في حادث هو الأول من نوعه منذ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 2 من جنودها في محافظة إدلب السورية في هجوم صاروخي، مضيفة أن جنديا آخر أصيب وأن قواتها فتحت النار على أهداف في المنطقة. كانت تركيا التي تدعم مسلحين يعارضون الرئيس السوري بشار الأسد قد توصلت قبل أسبوعين لاتفاق مع روسيا لوقف إطلاق النار بعد اشتباكات استمرت عدة أشهر أدت إلى تشريد نحو 1 مليون شخص في إدلب. أما قوات الجيش السوري فقد أحبطت هجمات نفذتها مجموعات إرهابية على مواقع عسكرية عند محور قرية حزارين، وذلك في قرق جديد للعناصر الإرهابية لاتفاق وقف الأعمال القتالية في ريف إدلب. وأوضح الجيش السوري أن أعدادا كبيرة من الإرهابيين هاجموا نقاطا عسكرية واشتبكوا معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وانتهت الاشتباكات بإحباط هجوم الإرهابيين بعد مقتل وإصابة العديد منهم، بينما قامت وحدات الجيش بملاحقة فلولهم باتجاه عمق ريف إدلب ليبدو اتفاق وقف إطلاق النار وكأنه حبر على ورق. قتل نحو 27 عنصر أمن أفغاني اليوم في هجوم نفذه مسلحون تسللوا إلى صفوفهم واستهدفوا قاعدتهم في جنوب أفغانستان. قال المتحدث باسم حاكم ولاية زابل إن 6 أشخاص تسللوا على أنهم من الشرطة وفتحوا النار على أفراد الأمن أثناء نومهم، وأضاف المتحدث أن المهاجمين على صلة بطالبان. قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي في بث مباشر بمناسبة السنة الفارسية الجديدة إن العقوبات الأمريكية جعلت الإيرانيين يحققون الاكتفاء الذاتي ودعاهم إلى الحفاظ على الوحدة. أكد خامنئي أن الإيرانيين قادرون على مواجهة الصعوبات بالوحدة بما في ذلك فيروس كورونا، وبدأ خامنئي في صحة جيدة على الرغم من شائعات تحدثت عن إصابته بفيروس كورونا. قال مسؤولون إيرانيون إن العقوبات تعرقل جهود طهران لاحتواء الانتشار السريع للفيروس. نشرتنا مستمرة معكم، وفيها بعد الملف الرياضي: على عكس غيرها من الصناعات، صناعة الروبوت تزدهر في الصين مع انتشار فيروس كورونا. فيروس كورونا عبارة عن مجموعة من الأعراض ممكن تكون موجودة عند أي حد: ارتفاع درجة الحرارة، تشنجات، عدم القدرة على التنفس، صداع، سعال، انسداد جيوب أنفية. ولو حسيت بأي أعراض لازم تبلغ الطوارئ على رقم 105 وهم يوجهوك لأقرب مستشفى. فرق كبير إنك تكون شاكك إنك تعبان وخايف تبلغ، وبين شخص حويط بادر وبلغ. ده بيساعد على الحد من انتشار المرض. ولو عايز تعرف أكتر ادخل على الموقع الإلكتروني المخصص للمعلومات عن الفيروس care.gov.eg. احمي نفسك واحمي بلدك. وقفتنا التالية هي مع أبرز الأنباء الرياضية. وحتى الرياضة لم تسلم من كورونا. سارة إليك. بالفعل، شكرا أشرف وشكرا ليلى. أعود من جديد لزملائي أشرف وليلى إليكما. شكرا لك سارة. وبالعودة إلى نشرتنا، وعلى الرغم مما تعانيه العديد من الصناعات بسبب تفشي فيروس كورونا، لأنه كان بمثابة دفعة جديدة لصناعات الروبوت في الصين، البؤرة الأولى للوباء.
وتعددت استخدامات الروبوتات المتنقلة ذاتية القيادة في البلاد مع انتشار الفيروس، حيث استخدمت في توصيل الطلبات للمواطنين فضلا عن استخدامها في أعمال التطهير والتعقيم في مختلف الأماكن كالمراكز التجارية والمستشفيات. ويبلغ طول الروبوت 68 سنتيمترا ويسير على 6 عجلات ويستطيع حمل نحو 40 كيلوغراما. وتسعى الصين من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل الاختلاط لمنع انتشار كورونا والذي بدأ في الانحصار في البلاد. وختاما لنشرتنا إليكم تذكيرا بأهم العناوين: وزارة الأوقاف تشكل غرفة عمليات لمتابعة تطهير وتعقيم المساجد على مستوى الجمهورية خشية انتشار كورونا. السعودية تعلن إجراءات احترازية جديدة لمواجهة كورونا، والصحة العالمية تؤكد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس. أكثر من 11,000 وفاة حول العالم نتيجة كورونا، وعدد الإصابات في أوروبا يتجاوز 5,000. بهذا نصل وإياكم إلى ختام بانوراما النيل. المزيد من المتابعات على موقعنا الإلكتروني 9.eg. إلى اللقاء.